أعزائي مشاهدي موقع سوبرا ميديا، أهلا بكم. النهاردة يوم تاريخي، يوم تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. النهاردة لأول مرة المصريين هيروحوا لصناديق الانتخاب أو الاقتراع، هيقولوا نعم أو لا بدون ما تكون النتيجة معروفة قبل كده. النهاردة المصريين فعلا هيقولوا كلمتهم. النهاردة هنبدأ معاكم تغطية خاصة جدا لموقع سوبرا ميديا عن استفتاء التعديلات الدستورية. هنشوف الناس النهاردة يوم زي ما احنا شايفين، يوم جميل، الجو النهاردة يشجع على ده. لسه ما شفناش تغير في حالة الناس، هل الناس ما فيش حركة غير اعتيادية، حركة طبيعية جدا. ان شاء الله نتوقع او نأمل ان تكون النهاردة نسبة مشاركة تاريخية لمصر، ويكون فعلا اول نتاج عملي لثورة 25 يناير. استنونا نتعرف بيك. تعرف بيا بيه يا حضرتك. اسمك؟ حماد ابراهيم. اهلا يا استاذ حماد. انت النهاردة هتشارك في الاستفتاء ولا مش هتشارك؟ يا عم والله احنا عايزين الجدعان البلد ترجع زي ما هي، واخد لبالك، ومش عايزين دوشة وعايزين حوارات وبتاع. يعني احنا مالنا يعني دستور، مالنا دستور، عايز غيره للدستور. يعني انت مش شايف في فايده لان الناس تروح النهارده الاستفتاء؟ لا، يروح يروح عادي، مش مشكله، عايز يروح يروح. بس انت بالنسبه لك مش رايح لان شايف ان ملوش داعي. ملوش داعي، ايوه ملوش داعي، واخد بالك. يعني احنا عايزين بقى ترجع زي ما هي يا جدعان، مش عايزين حد يشمت فينا، واخد بالك كده يعني، فاهم ازاي؟ عايزين مصر ترجع زي ما كانت الاول. شكرا. اتعرف بحضرتك؟ كرم. اهلا يا كرم. النهارده هتشارك في الاستفتاء ولا لا؟ ان شاء الله. ليه هتشارك في الاستفتاء؟ عشان نغير من حال البلد شويه. شاركت قبل كده في اي انتخابات او اي استفتاءات قبل كده؟ اه طبعا. احساسك ايه قبل لما كنت بتشارك قبل كده، واحساسك ايه لما هتشارك النهارده؟ قبل كده كان عادي، دلوقتي يعني غير في البلد، ف يعني احساس جميل طبعا. انت قبل كده كنت شايف ان مفيش داعي قوي من صوتك، ورغم ذلك كنت بتروح؟ صح. يعني انت شايف ان فعلا صوتك هيكون ليه معنى المره دي؟ طبعا. تقول ايه للناس اللي النهارده متكاسله نوعا ما؟ طبعا اقول لهم روحوا غيروا من حال البلد. احنا عملنا الثوره دي ليه؟ عملنا عشان نغير من حال البلد طبعا، مش عملنا الثوره دي عشان نرقع في الدستور وكده. لا، احنا عايزين نغير الدستور، عايزين نغير من حال البلد شويه، عايزين نغير من البطاله، يعني عايزين نعمل حاجه جديده. شكرا يا كرم. اتعرف بحضرتك؟ عزمي عبد العال. اهلا يا حاج عزمي. حضرتك كام سنه؟ 62. شاركت قبل كده في الانتخابات ولا لا؟ بصراحه اول مره. النهارده اول مره هتشارك في الانتخابات؟ اول مره. احنا عايزين توجه رساله للناس اللي بتشوفنا او الناس اللي بتتابعنا، انت ليه النهارده نازل رغم ان انت 62 سنه عمرك ما رحت لصندوق انتخاب تحط فيه صوتك؟ ما النهارده علشان دي علشان الثوره، وعلشان البلد تنشا من جديد. انت شايف فعلا النهارده صوتك بقى له معنى، صوتك بقى له قيمه؟ النهارده صوتي ليه قيمه خالص. عايزك توجه رساله لحتى الشباب او الناس اللي هي اصغر شويه من سنك، يقولوا ان ليه يروحوا الانتخابات، ليه يروحوا التعديلات ديت يدلوا بصوتهم. انا عايز اقول للشباب، اولا ربنا يرحم الشباب اللي توفى، وربنا يغمض روحه الجنه. وعايز اقول للشباب اللي ما يروحش ينتخب لازم يروح ينتخب. لو الستات برضه لازم تروح تنتخب، النسوان تروح تنتخب، البنات تروح تنتخب. يعني المفروض النهارده هو يوم مصر. النهارده يوم مصر، يعني المفروض النهارده دي اللي هنحدد فيها مصيرنا ومصير الشباب. ده اللي هتحدد فيه. شكرا. عفوا. تعرف بيكم؟ فرج مصطفى. استاذ فرج. وانت؟ حسن عيد محمد. هتشاركوا النهارده في التعديلات الدستوريه وهتروحوا تطلبوا بصوت؟ ان شاء الله يا باشا. اول مره تروح النهارده ولا رحت قبل كده؟ لا، اول مره اروح النهارده. شايف ان النهارده في فرق ما بين دلوقتي الانتخابات ولا كده كده النتيجه معروفه قبل كده؟ لا، ان شاء الله يبقى في فرق بين الاول عن الثاني ان شاء الله باذن الله. يعني انت شايف ان النهارده ممكن الناس تغير النتيجه؟ اه باذن الله تغير النتيجه يا غالب. رايك النهارده الاستفتاء هيكون نعم او لا؟ لا، نعم للدستور. نعم؟ نعم. انت ان شاء الله؟ نعم. شكرا، نشكرك.